السلام عليكم موعد توقيت مباراة فريق ريال مدريد وفريق أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الاسباني الدرجة الاولى والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل فريق ريال مدريد المركز الاول في ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الاولى برصيد خمسة عشر نقطة ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز السابع برصيد سبع نقاط وسيقابل ريال مدريد أتلتيكو مدريد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى يوم الأحد 24 سبتمبر 2023 على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية إن شاء الله ومن المرتقب يتم نقل هذه المباراة على قناة بان سبورتس دي واحد